الفقد كتير صعب. 2023 عام الرحيل الصادم للنجوم. افتقدنا هذا الرجل، كان انسان جدع. ما صدقت الخبر، كانت حاجه صعبه قوي. والله حزن كبير خيم على الساحه الفنيه العربيه طوال 2023 بسبب رحيل عدد كبير من النجوم العرب، واللي كتار منهم كان خبر وفاتهم صدمة كبيرة. فالأيام الأولى لسنة 2023 حملت كسرة كبيرة لجورج وسوف بسبب وفاة ابن وديع اللي رحل في عمر الشباب. أما صدمة الوسط الفني السوري فكانت بوفاة شادي زيدان في أواخر فبراير بعد تعرضه لنزيف دماغي خلال تصوير مشاهده في أحد المسلسلات. ومين كان عارف ان محمد قنوع اللي حضر عزا شادي؟ الله يصبر قلب امه يا رب ومرته واولاده، والفقد كتير صعب. يرحل بعده بشهرين في احتشاء بعضلة القلب بخبر كان فاجع الاهل وابنائه وكل زمايله النجوم. ونفس الصدمة شفناها في مصر مع وفاة مصطفى درويش بسكتة قلبية، واللي اخر كلماته كانت: هو انا بس اللي ما بقتش عارف انام؟ افتقدنا هذا الرجل، كان انسان جدع. كان جدع وجميل، خدوم صاحب صاحبه. والصدمه القلبيه كمان خدت من نجوم مصر طارق عبد العزيز اللي توفى في لوكيشن مسلسل وبقينا اتنين اللي كان بيلعب بطولته مع شريف منير. عملنا مع بعض مشهد وكان مشهد عظيم ولذيذ قوي قوي، لما الاستاذ طارق رفع طلب اعاده الشوت وقفنا في مكاننا 3-4 خطوات ونفذ السر الالهي في اللحظه دي. كانت حياته بتخلص قصادي، كانت حاجة صعبة قوي. أما الفاجعة الأكبر فكانت بوفاة ابن حسن يوسف وشمس البارودي في حادثة غرق في الساحل الشمالي. والصدمات كانت كمان في الوسط الإعلامي مع رحيل الإعلامي والروائي السعودي هاني نقشبندي، وبعده في أقل من شهر رحلت الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري بعد معاناة مع مرض السرطان. وودعت لبنان كمان مروان نجار، نجاح سلام، والشيف رمزي اللي توفى نتيجة أزمة قلبية حادة. ونجوم سوريين كتار رحلوا السنة دي، منهم سعيد عبد السلام، محمود جركس، فائق عرقسوسي، أسامة الروماني، والمخرج هشام شربتجي، والد المخرجة رشا شربتجي. أنا ناطرة الخبر، بعرف إنه حالته الصحية تدهورت وإن عضلة القلب تعبت وإنه عم يتراجع، بس ما صدقت الخبر، ما تتخيلي كم الفقد. وبحزن كمان ودعت مصر مؤخرا المنتجة ناهد فريد شوقي اللي رحلت في 5 ديسمبر بعد يومين بس على رحيل أشرف عبد الغفور اللي توفى إثر حادث السير في مصر. الله يرحمه، فنان كبير وخسارة فنية كبيرة، الله يرحمه ويحسنه. ومن نجوم مصر كمان رحلت شريفة فاضل، لبنى محمود، محمد فريد، عثمان محمد علي، شريف شاكر، أحمد بدري، أشرف مصلحي، وعلاء عبد الخالق. نص الجيل بتاعنا مات. ومن الوسط الفني الخليجي فقدنا نجوم كتير خلال 2023، فودعت البحرين عبد الله وليد وسعد الجزاف، ورحل محمد زايد الألمعي، أحمد السريع، وفهد الحيان من السعودية. وكانت الصدمة الكبرى بوفاة جواهر الكويتية اللي رحلت في عمر صغير، وزيها حسين علي العوض. ومن الكويت فارقنا كمان فيصل أبو غازي، أحمد جوهر، وكريم عبد القادر. وخيم الحزن على العراق أكتر من مرة، فبعد وفاة أمل عباس وميلاد سري انصدم الوسط الفني العربي برحيل كريم العراقي في 1 سبتمبر، وفي اليوم الثاني ياس خضر.